أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة، ونادينا العظيم دايما على القمة. زي النهاردة من 17 سنة تسلم الأهلي رسميا جائزة نادي القرن، الأهلي زعيم القارة السمراء. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا اللقب. رفض التاريخ انه يغلق صفحاته من غير ما يدي للمايسترو صالح سليم جزء من حقه. الهدية كانت كبيرة في نهاية المشوار، وقبل سنة واحدة من وفاته وتسلم المايسترو نادي القرن في حفل كبير اقيم في جنوب افريقيا. وزي ما حضراتكم شفتم مدى سعادة كابتن صالح بهذا الانجاز التاريخي واعتزازه الواضح بقيادته للاهلي. الاهلي اللي تأسس عام 1907 واللي حصل على شهرة واسعة في الوطن العربي وكل قارة أفريقيا، كان من الطبيعي يبقى بطل القرن العشرين. ومش بس كده، وصل المشوار وحصد البطولات في القرن الواحد والعشرين، ويا رب يكون بطلا للقرن ده كمان إن شاء الله. اعتزازنا بالأهلي مش تعصب، عشقنا للأهلي ده نتاج طبيعي لعظمته وكبرياؤه وتاريخه الطويل. حبنا للأهلي مش من فراغ، الأهلي بالنسبة لنا حياة، الأهلي نسر القرن. بطولة افريقيا لأول مرة. طويلة للخطيب، طارت بيجو 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 بيجو
كده يركز ابو تريكه ويرميها لها برضه على المربع. الله 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 في الثواني بقول هنعملها. وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكه. اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما احنا شفنا وتابعنا يوم تاريخي في يعني حياه ومسيره النادي الاهلي, ويوم لن تنساه او لن ينساه جمهور النادي الاهلي. واكيد يعني ما فيش افضل ان يكون معانا على التليفون الباشمهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الاهلي, علشان هو اللي يكلمنا على كواليس اليوم التاريخي اللي كان متواجد فيه بصحبه المايسترو الراحل الكابتن صالح سليم. باشمهندس عدلي برحب بحضرتك. اهلا, ازيك يا كابتن عمر, وكل سنه وحضرتك والساده المشاهدين باحسن حال يا رب. طبعا يعني في البداية أكيد طبعا رمضان كريم على حضرتك, لكن حابب أسمع من حضرتك بقى كواليس اليوم التاريخي الجمهور الأهلي كله لن ينساه, وحضرتك كنت واحد من المتواجدين في جوهانسبرغ لما الأهلي تسلم جائزة نادي القرن, فكلمني بقى عن الكواليس من حضرتك وعايز أسمعها طبعا كل السادة المشاهدين. الحكاية بالنسبة لي أنا بدأت, أنا كنت مدير نادي الجزيرة وقتها. تمام. فلقيت تليفون من كابتن صالح عدلي, انت فين؟ قلت له انا في نادي الجزيره. قال لي تقدر تجي لي دلوقتي؟ قلت له اجي لك يا كابتن. كان يوم جمعه, رحت له لقيت بقى المكتب بتاع مدير النادي كان كابتن محرم الراهب وقتها مكتظ بقى الحاجه تاشير الاهلي وكل الناس اللي بتحب النادي الاهلي ولا علاقه بالنادي وكابتن صالح. فكان سعيد سعاده وبشوش, قال لي عدلي احنا تبلغنا رسميا ان النادي الاهلي اختير او فاز بلقب نادي القرن عن انديه افريقيا. تمام, مبروك يا كابتن. وده كان يعني متوقع. انا كنت متابع بقى النظام الـ يعني طريقه الحساب النقاط وكده. تمام, بس هو اتبلغ بيه رسمي. تمام, قال لي عدلي انا يعني انا اللي هطلع جوهانسبرغ استلم الجائزه في احتفاليه بهذه المناسبة, هيسلموا جائزة نادي القرن. قلت له طب جميل جدا يا كابتن, احنا تاخد معاك بقى شوية ماتيريالز معاك كده ومعلومات عن النادي الاهلي عشان الاعلام. كان الزمالك هو لعب مع كذا وسان داونز والاهلي ما لعبش مع حد في افريقيا. تمام, قلت له يعني غالبا جنوب افريقيا تحديدا مش هيبقوا سامعين عن النادي الاهلي قوي. تمام. قال لي طيب نعملها ازاي؟ قلت له في الاستاذ عطيه شقران كان اشتغل معانا في البطوله العربيه واحنا جهزنا داتا, بس ما يحصل ابديت كده السبع ثمان سنين الفارق دول يتكتبوا وخلاص. تمام. فقال لي انت كده كده انا عايزك تيجي معايا. طب ليه بقى يا كابتن عدلي؟ اشمعنى الكابتن عدلي القيعي؟ اشمعنى حضرتك بقى؟ انت هو قالها لي وانا زي ما اكون شيء عارف انت يعني الله يعني من عند ربنا كده بيقول لي تعالى معايا في اهم حدث هو بالنسبه له وبالنسبه لي وبالنسبه لاي اهلاوي يعني. طبعا طبعا, وانا ما كنتش في النادي الاهلي. فقال لي انت هتقدر تيجي؟ قلت له يا كابتن ده انا هاجي, ده انا هاجي لو قدمت استقالتي. طبعا هاجي. فقال لي طيب رتب نفسك بقى. قلت له طب عايزين نطلب دلوقتي سفارتنا في جنوب افريقيا نعرف مين الملحق الاعلامي ونوصله بالاستاذ عطيه شقران في الاستعلامات يديله كل الداتا واحنا نكمل عليه. فطلبنا سفيرة نائلة جبر. اتضح مين بقى ساعتها انه الملحق الاعلامي هناك هو الاستاذ عطيه شقران. مصادفه من اغرب ما يمكن. فاتكلمت معاه قلت له يا عطيه انت عندك كل اللي احنا محتاجينها. عايزين ننزل الكابتن صالح يجد الاعلام بيتكلم عن النادي الاهلي وكانه يعيش معنا ال 100 سنه اللي فاتوا دول. تمام. وقال لي طب بس كمل لي الخمس سنين. قلت له هبعتك الخمس سنين دول بس عايزين بقى التلفزيون والاذاعه والصحافه يتعمل برنامج للكابتن صالح يعرفوا كل صغير وكبير عن النادي الاهلي. وده اللي حصل. انا رحت معاه بقى والتقينا وقتها بالسفيره نائله جابر, ست محترمه جدا, وكان كمان يعني سفير مساعد وزير الخارجيه الحالي ياسر مراد كان هو موجود في جوهانسبرغ معاه, وكانت مجموعه رائعه جدا, وكان الكابتن الخطيب معانا
يعني وكابتن خطيب وكابتن صالح، ولا انسى سعاده الكابتن صالح وخفه دمه اللحظيه ويتسلم الجائزه، والمعادنا كمان 100 سنه باذن الله والاهلي يتسلم نفس الجائزه. ويبدو انه كانه ادى يعني توجيهات بان يحافظ الاهلي على هذه المكانه. الاهلي الان يتصدر بلا منافس بفارق يزيد عن 30 نقطه عن التالي له الحمد لله. يعني كابتن عدلي عايز اسال حضرتك على لقب القرن للتوجي نادي الاهلي، هو خلاص اللقب تم حسمه طبعا، لكن اللغط اللي موجود لحد وقتنا هذا تفسير حضرتك ليه؟ اللغط كل انسان يعني يريد ان يشوه ان يدعي لنفسه مكان الى المركز الثاني الذي استفاد من هذه المعايير الزمالك مش الاهلي. الزمالك كان السابع بقى الثاني بنفس المعايير التي ينكر تطبيقها على الاهلي. المعايير اتحطت 94 بالظبط، كنت لسه هقول لحضرتك هذا النادي الاهلي الدكتور كمال درويش بارك للنادي الاهلي كان فيكن جازمجينيان مساعد رئيس الاتحاد الافريقي والمسؤول عن وضع المعايير سكرتير مساعد الاتحاد الافريقي وهو زملكاوي الهوية جدا، وكان عضوا معينا معي في مجلس الاداره 2004 وله تسجيل موثق في قناه الاهلي وهو يعترف ان تم وضع هذه المعايير وكان الاهلي يتصدر بفارق كبير عن الزمالك. كان الاهلي 34 نقطه يليك توكو في المركز الثاني 33 نقطه. نادي الزمالك كان يعني حضرتك قبل مباراه الاهلي والزمالك اللي طبعا الزمالك فاز بيها 1-0 كان في المركز السادس برصيد 19 نقطه، لكن بعد الفوز يا كابتن عدلي اضيفت ليه نقطه فبالتالي اصبح 20 نقطه، ففارق 13 او 14 نقطه بينه وبين نادي الاهلي. ايوه تمام. لو لم ينسحب الاهلي لزاد الفارق عن هذا بكثير. تمام. يعني الزمالك شارك مرتين لانسحاب الاهلي، وفي مره من المرات شارك لان الاهلي كان بطل الدوري والكاس، وكان الاهلي اختار لو كان اختار ان يشارك في بطل الدوري للعب الاسماعيلي بطوله ابطال الكؤوس، ولكن الاهلي اختار ان يلعب بطوله ابطال الكؤوس وان يترك ابطال الدوري يشارك فيها الزمالك عشان يحتفظ بكاس الكؤوس للمره الثالثه، وهو ما حدث. فالمساله محسومه، يعني الزمالك كان يدخل وصيفا عن الاهلي فأكثر من البطولة. طيب يعني كابتن عدلي عايز أخد حضرتك للحظة التتويج، والكابتن صالح طالع المنصة وبيقول كلمته، شعور حضرتك في اللحظة التاريخية اللي تم الإعلان فيها عن فوز الأهلي؟ أول ما ركبت الطيارة من مصر أشعر بفخر وزهو أن أختار من جانب حد بحبه جدا. طبعا أكيد طبعا. لم يخطر في حياته مهمة يرأسها غير هذه المهمة، فيختارني معاه عشان اسافر معاه. فطبعا كان فخر وانا بعتبرها تتويج لعلاقتي بالكابتن صالح وعلاقتي بالنادي الاهلي كمان يعني. والحمد لله يعني ردت على كثير من الكلام اللي كان وقتها يتم ادعائه يعني. طيب بقى وحضرتك راجع بقى، يعني خلاص يعني حضرتك خلصت وحصلت على الدرع عين في الطياره لحظات جدا بقى كيف يطور النادي الاهلي؟ كيف يحافظ على النادي الاهلي في هذه المكانه؟ ازاي ما انفردش في اللحظه دي؟ كان سعيد سعاده ولكنه كان يستعد لتوديع الحياه لان ما فيش سنه بعديها وكان يعني اخر مهمه له دي كان. طبعا يعني سبحان الله كابتن صالح طبعا توفى في السنه اللي بعديها، ويعني زي ما يكون بالظبط يعني زي ما يعني ربنا شايل له هديه كبيره جدا تسلمها قبل ما يتوفاه. لكن اكيد يا كابتن عدلي يعني حدث مهم جدا جدا، وحضرتك كنت يعني طرف مهم جدا في حدث تاريخي. بشكر حضرتك اكيد يعني طبعا يعني يا كابتن عدلي ده حاجه بنتشرف بيها، وحضرتك اكيد طبعا شرف وفخر لينا كلنا. شرف لا يعني لم اتصور ان ينالني يعني.
يعني كابتن عدلي ربنا يخلي حضرتك ودايما كده موفق، ونشوف حضرتك دايما على خير، وبشكرك على وجودك معايا وفي احتفالية نادي القرن او حدث في مثل هذا اليوم. يا عمر انا بتابعك وانت مجتهد وكل الامنيات الطيبة. ربنا يخليك كابتن عدلي، شكرا كابتن عدلي القيعي طبعا، حضرتك بصحة والسلامة ورمضان كريم. طبعا كابتن عدلي القيعي مدير تعاقدات النادي الاهلي كان موجود معنا، حريص جدا جدا على كلمة يوجهها الجمهور الاهلي في يوم زي ده، يوم مهم جدا وهو تتويج النادي الاهلي باللقب الافريقي. يعني كنت عايز يعني او حابب افصل لحضراتكم يعني بدايه القرار سريعا. كانت سنه 94 ده بدايه المعايير، كان اجتماع مهم جدا على هامش تنظيم بطوله او سوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك في جوهانسبرغ، وتم وضع معايير ووضع يعني تصنيف الانديه. الاهلي طبعا كان متصدر المركز الاول ب 34 نقطه، يلي نادي كوتوكو 33 نقطه، بعديه كانون ياوندي برصيد 27 نقطه، ونادي طبعا هافيا كوناكري الغيني برصيد 24 نقطه. طبعا خامسا مازيمبي الكونغولي ب 20 نقطه، والزمالك سادسا برصيد 19 نقطه. وبعد كده الزمالك اصبح في المركز الخامس المقرر بعد فوزه على النادي الاهلي ب 1-0 في مباراه السوبر اللي اقيمت ما بينهم في جوهانسبرغ. وزي ما كابتن عدلي اتكلم وقال دي معايير محطوطه من سنه 94، فبالتالي ما حدش اعترض من بعد 94 الى ان تسلم الاهلي الجائزه. وبعديها طبعا طلع كلام كتير جدا، لكن سمعنا كلام من الكابتن عدلي القيعي، وده طبعا خير دليل على احقيه الاهلي بالجائزه. نروح طبعا لقرارات مهمه جدا تم اتخاذها امس في اجتماع مجلس الاداره خاص بمعظم يعني معظم اللعبات الجماعيه والفرديه في النادي الاهلي. تعالوا نروح ونشوف ونسمع اخر الاخبار من طبعا تقرير هنتابعه مع حضراتكم ونرجع نكمل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وبشكر الزملاء الحقيقه رجال الاعلام وقناه النادي الاهلي السهرانين معانا الحقيقه حتى وقت متاخر من صباح الثلاثاء متابعه لاجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي انعقد في مقر النادي بالجزيره، وهو الاجتماع رقم 8، لكن الحقيقه دي الجلسه الثالثه في هذا الاجتماع ومحضر اجتماع رقم 8 وبحث في أمور مختلفة. خلوني أقول لحضراتكم أهم القرارات اللي صدرت عن الجلسة الثالثة المستمرة في هذا الاجتماع الثامن منذ تولي مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب المسؤولية. الحقيقة أولا مجلس الإدارة قرر إقامة احتفالية كبرى تليق باسم النادي الأهلي وبالإنجازات الكبيرة اللي حققها الفريق الأول لكرة القدم وحصوله على الدوري رقم 40 والنجمة الرابعة، وده هيكون في إطار الاحتفال ضمن برنامج عائلة الأهلي. الحقيقة هذا السمت اللي سنه مجلس الإدارة وكان فيه من شهرين تقريبا احتفال كبير تم تكريم فيه عدد من رموز النادي الأهلي، فعلى هامش احتفالنا بتكريم عائلة الأهلي المقبل سيكون هناك احتفالية كبرى للفريق الأول لكرة القدم بالإضافة لكل اللعبات الجماعية المختلفة اللي الحقيقة حققت إنجازات كبيرة في هذا العام وفازت بعدد كبير جدا من البطولات زي رجال وسيدات الكرة الطائرة، رجال وسيدات كرة اليد، رجال وسيدات كرة السلة، بالإضافة أيضا لبعض الألعاب الفردية والجماعية الأخرى اللي حائزة على بطولات محلية وإقليمية، وتكريم اللاعبين اللي رفعوا اسم النادي الأهلي عاليا. طبعا هيكون في بعض المكافآت الاستثنائية للفرق خاصة فريق الكرة الطائرة رجال لحصوله على ثلاث بطولات هذا العام، الكاس والدوري وبطولة إفريقيا لكرة القدم. ده أول قرار لمجلس إدارة النادي الأهلي، ودايما إن شاء الله الاحتفالات مستمرة وبالتالي التكريمات لكل مجتهد مستمر. الجلسة كانت بتتابع النشاط الرياضي بامتياز، وحضرها الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي او حضر جانب منها للمجلس، كان بيناقشوا الحقيقه في العديد من التصورات الخاصه بالنشاط الرياضي. تم اعتماد تشكيل عدد كبير من الاجهزه الفنيه، خلونا نقول لحضراتكم ابرزها: استمرار الكابتن طارق خيري كمدير فني لكره السله رجال، كابتن ايهاب الالفي مدير فني سله سيدات، الكابتن محمد مصلحي مدير فني كره طايره رجال، كابتن حمدي الصافي مدير فني كرة طايرة سيدات،
في مدير فني نادي السيدات جديد وهو الكابتن ياسر صلاح. يبقى الكابتن ياسر صلاح هو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد سيدات. عندنا الدكتور محمد فؤاد تم اعتماده كمدير فني للجمباز، الكابتن ناصر زهران مدير فني للإسكواش، كابتن ياسر داود مدير فني لألعاب القوى، كابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، والكابتن أشرف عبد الفتاح مدير فني لتنس الطاولة. عايز أقول لحضراتكم كمان يعني في إطار الاهتمام ودعم كل النادي الفردية والجماعية، مجلس الإدارة وافق على التالي: تجديد التعاقد مع لاعب الاسكواش مصطفى عسل، لاعب 17 سنة والمدة 3 سنوات. ده خامة طيبة ووعدة جدا، والحقيقة المختصين بيتنبؤوا ليها بمستقبل كبير، فمجلس الإدارة قرر تمديد التعاقد معه لمدة 3 سنوات. التعاقد مع لاعبة واعدة ورائعة في مجال الاسكواش هي أمينة عرفي، لاعبة الاسكواش تحت 13 سنة الفائزة ببطولة انجلترا المفتوحة للاسكواش مؤخرا. النادي الأهلي تعاقد معها وهيرعاها إن شاء الله من أجل الاستمرار على هذا المستوى وتحقيق يعني كل يعني تقدم في مجال الاسكواش، وحضراتكم عارفين دور النادي الأهلي في لعبة الاسكواش بالتحديد. كمان التعاقد مع كريم بدوي لاعب الاسكواش تحت 15 سنة واللي فاز بالمركز الثالث في بطولة انجلترا المفتوحة للاسكواش. كريم بدوي لاعب تنس سكواش، ده لاعب جديد ايضا في النادي الاهلي. تم السماح للاعبه لاعبه الغطس مها عبد السلام بالسفر الى الولايات المتحده الامريكيه لاستكمال دراستها على ان تشارك في كل البطولات المختلفه باسم النادي الاهلي، يعني هي مستمره في تعاقدها مع النادي الاهلي والنادي سمح لها بالسفر وستشارك باسمه في كل البطولات المختلفه وان شاء الله تستكمل دراستها في الولايات المتحده الامريكيه. ايضا مجلس الاداره وافق على سفر اللاعب عبد الله عمرو عادل لاعب الاسكواش الى المانيا وهولندا للمشاركه في بطولاتهم المفتوحه ان شاء الله. في اطار ايضا دور النادي الاهلي في دعم المنتخبات القوميه، مش بس بيقدم الحقيقه وان هو رافد مهم من روافد المنتخبات القوميه، لا هو بيساعد كمان المنتخبات، فتم السماح للمدرب ايهاب الالفي المدير الفني لكره السله سيدات زي ما حضراتكم عارفين بتدريب منتخب مصر لكره السله. يعني هو هيجمع ما بين المهمتين، مدير فني لكره السله سيدات بالنادي الاهلي ومدير فني لمنتخب مصر لفتره محدده الى يعني يحسم هذا الامر من قبل اتحاد السله، وما كانش النادي الاهلي يقدر يتاخر طبعا عن اتحاد السله وعن المنتخب الوطني، دي مهمه قوميه نتمنى التوفيق للكابتن ايهاب فيها ان شاء الله. كمان على نفس المنوال تم السماح لمدربات السباحه التوقيعيه في النادي الاهلي بتدريب المنتخبات القوميه 15 و18 سنه. وده بقول لحضراتكم دور مهم النادي الاهلي لا يمكن يتوانى فيه، وهو داعم لكل المنتخبات القوميه وحريص على رفع اسمه في كل المحافل. طيب خلوني بقى اخد حضراتكم ايضا لمجموعه اخرى من الاخبار المهمه جدا فيما يتعلق بلاعبين جدد انضموا الى الفرق المختلفه واللعبات الجماعيه المختلفه في النادي او تم التجديد وتمديد العقود بعض النجوم. نبدا بكره السله رجال. مجلس الإدارة الحقيقة وافق على تجديد التعاقد مع اللاعبين اللي انتهت عقودهم، وهم اللاعب مصطفى محمود الشافعي واللاعب إبراهيم رجب شحاتة الجمال واللاعب مؤمن محمد أحمد أبو العينين. والحقيقة في مجموعة أخرى من اللاعبين تم التعاقد معهم من أندية خارجية لمدة موسمين، في رامي محمد طلعت محمد جنيدي، مصطفى محمد مشعل رمضان، وحاتم حسام محي الدين بحيري. كمان تم التعاقد مع اللاعب أحمد علي فهمي محمد السيد بس ده لمدة 4 مواسم، وتم تعديل عقد اللاعب محمد حسني ربيع الجرحي لمدة 3 مواسم. يبقى تم تجديد عدد 4 لاعبين وعندنا التعاقد مع 6 لاعبين آخرين لدعم الفريق الأول لكرة السلة. طيب فريق كرة الطائرة رجال تم تجديد التعاقد مع اللاعبين اللي انتهت عقودهم في الموسم الحالي لمدة موسمين، وهم اللاعب محمد عادل سلامة مسعود واللاعب محمد عبد المنعم.
عندنا اثنين لاعبين انتهت عقودهم وتم التجديد لمدة موسمين، محمد عادل سلامة ومحمد عبد المنعم. طيب عندنا بقى حاجة مهمة جدا وخبر اعتقد انه لافت ومهم، انه تم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين لمدة 4 مواسم من الخارج، منهم افضل لاعب في العالم او افضل ضارب والفائز بافضل ارسال في بطولة افريقيا الاخيرة احمد صلاح عبد النعيم ابن الاهلي الذي عاد له مجددا. احمد اضافة هايلة ورائعة للنادي الاهلي، ويعني هيكون قوة دفع كبيرة جدا مع زملائه اللي فايزين الحقيقة ببطولة الدوري وبطولة الكاس وبطولة افريقيا ليستمروا على القمة وتحقيق طموحات النادي الاهلي في الكرة الطائرة. يبقى احمد صلاح عاد من جديد للنادي الاهلي لمدة 4 مواسم نجما في الكرة الطائرة. ايضا اللاعب محمود رؤوف عبد القادر انضم لمدة 4 سنوات للفريق الاول للكرة الطائرة رجال. تم تعديل عقود بعض اللاعبين وهم اللاعب احمد عبد العال، احنا ما زلنا في الكرة الطائرة رجال، واللاعب عبد الرحمن حسين، واللاعب شريف احمد سعيد، واللاعب محمد رمضان عبد الحميد، وايضا اللاعب احمد سعيد. تم تعديل عقودهم بالشكل المرضي وبالشكل اللي يتناسب مع قيمة عطائهم للنادي الاهلي. حضراتكم عارفين النادي الاهلي دائما يقدر ابنائه ايما تقدير. يعني اللجنة ايضا قررت تعديل عقود ناشئين النادي لمدة 4 مواسم، وهم اللاعب يوسف حمدي الصافي واللاعب يوسف محمد مرجان، دول لاعبين ناشئين في النادي الاهلي تم تعديل عقودهم لمدة 4 مواسم، وتحرير عقد للناشئ عبد الرحمن الحسيني لمدة 4 مواسم. طيب فيما يتعلق بالكرة الطائرة سيدات، وحضراتكم عارفين كان في كلام بات ونبات اللي يليق بحجم عطائهم للنادي الأهلي. تم تجديد العقود لمدة 4 سنوات لكل من نهلة سامح عبد القادر عبد الفتاح، شروق محمد فؤاد محمود زهني، نرمين إبراهيم إسماعيل، دول 3 لاعبات تم تجديد عقودهم لمدة 4 مواسم. نقولهم تاني، نهلة سامح، شروق محمد فؤاد، نرمين إسماعيل. تم تجديد العقود مع اللاعبات اللي انتهت عقودهم في الموسم الحالي لمدة 2 سنين، فريدة العسقلاني جددت لمدة 2 سنين، وآية حمدي عبد المقصود جددت لمدة 2 سنين. مجلس الإدارة وافق على التجديد معهم لمدة 2 سنين. تم أيضا التعاقد مع اللاعبات جدد هينضموا للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات من خارج النادي لمدة 4 مواسم رياضية، وهم اللاعبة دعاء محمد واللاعبة عبة سارة أمين. يبقى في 2 لاعبات انضموا جدد إلى كرة الطائرة سيدات. تم تحرير عقد للاعبة الصاعدة دانا أحمد شوقي، في عقد جديد للاعبة الصاعدة دانا أحمد شوقي، وتم تعديل عقود عدد من اللاعبات الآتي أسماءهم: مريم مصطفى، مريم متولي، نور الله ياسمين ياسين، نور الله ياسين، ورحمة حسن المهندس، واللاعبة مروة مجدي، واللاعبة مايا ممدوح إسماعيل. الحقيقة دي يعني كانت أبرز قرارات مجلس الإدارة، وزي ما قلت لحضراتكم هي رياضية بامتياز تتعلق بالنشاط الرياضي. إن شاء الله يوم الخميس المقبل في اجتماع المكتب التنفيذي سيبحث فيه تشكيل باقي الأجهزة الفنية، ثم اجتماع لمجلس الإدارة يوم 2 القادم 28 مايو الاجتماع رقم 9 لاعتماد تشكيل باقي الأجهزة ليبدأ الموسم على الدوام، وكل جديد سنبلغ حضراتكم به إن شاء الله. ده عادة النادي الأهلي ودأبه عندما ينتهي من يعني إقرار أموره وإنهاء التعاقدات بيعلن عنها من خلال القنوات طيبين، ورمضان كريم، ودايما النادي الأهلي في المقدمة. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا وتابعنا وسمعنا قرارات مهمه جدا اتخذت من قبل مجلس الاداره في اجتماعه الاخير. طبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين من جانب النادي الاهلي على الاستقرار، والاستقرار هو
سمة مهمة جدا من سمات النادي الأهلي والاهتمام باللعبات الأخرى. النادي الأهلي مش بس كرة قدم، النادي الأهلي كرة طايرة، كرة سلة، كرة يد، سباحة، جمباز، كاراتيه، كل اللعبات اللي موجودة النادي الأهلي بيهتم بيها. وزي ما احنا سمعنا وشفنا ان الأهلي جدد يعني بنسبة 90% من عقود المدربين اللي حققوا الإنجازات في الموسم الماضي، والسبب أكيد هو تكملة الإنجازات اللي حققوها في الموسم الماضي يحققوها إن شاء الله في الموسم المقبل كمان، إضافة إلى تجديد عقود لاعبين في كل المجالات والاستعانة أيضا بلاعبين جدد. وطبعا ده اللي احنا متعودين ودايما من النادي الأهلي، وهو الاستمرار في تحقيق البطولات. ومن قرارات مجلس الإدارة إلى طبعا يعني الدورة الرمضانية المعروفة باسم دورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم، واللي مقام أكيد في فروع النادي الأهلي، وأقيمت أمس القرعة في قاعة فكري أباظة، وكان طبعا يحضر عدد أكيد من السادة المشاركين وأعضاء مجلس الإدارة. فتعالوا نروح ونشوف تقرير عن قرعة عائلة الأهلي الرمضانية ونرجع نكمل مع حضراتكم. اول بطوله اول مهمه بتولاها لجنه الشباب زي ما الكابتن محمد فاروق قال، لجنه الشباب اول مره تتعمل في تاريخ النادي الاهلي. كلفنا بالبطوله دي، حبينا نعملها بشكل مختلف تماما عن كل سنه. دعينا مجلس الاداره الحقيقه المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، اللجنه العليا كامله برئاسه محمد يوسف، مجلس اداره كاملا لقينا منه دعم قوي جدا جدا. عملناها بجوائز ماليه كبيره، عملنا شكل مختلف تماما للفرقه زي ما حضراتكم شفتوا النهارده في المؤتمر الصحفي، كان الشكل مختلف تماما عن كل سنه. الحمد لله الناس بنسبه كبيره جدا راضيه، التنظيم هيبقى بشكل مختلف تماما السنه دي عن كل سنه. عملنا اسم الدوره دوره عائله النادي الاهلي، هدفها الاول ترابط النادي الاهلي وترابط اعضائه وابنائه. عاوزين نطلع الشكل البطوله بشكل مختلف واحسن ان شاء الله من كل سنه، وان شاء الله هدفنا ان البطوله دي زي ما الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا قال ان هي تبقى اكبر واعلى واقوى، ونشارك فيها ان شاء الله السنين اللي جايه البلان ان احنا ندخل فيها ناس يبقى كمان من الخارج، يبقى المستوى اعلى من كده والمشاركين اكبر من كده بكتير باذن الله. السنه دي تقدم فرق من مدينه نصر، تقدم فرق من الجزيره، وتقدم فرق من زايد. ان شاء الله تتعمل على الثلاث فروع، هنقسم هيبقى السيمي فاينل وفاينل باذن الله هيكون هنا في الجزيره في الصاله المغطاه، وهيتعمل برضه بشكل مميز ومختلف تماما عن كل سنه. السنه دي الاقبال الحمد لله كويس جدا جدا واكبر بكتير، واول مره الفروع الثانيه تكون مشاركه بهذا الشكل الكبير. الرساله اللي بنقدمها ان احنا بنتوسم فيكم الالتزام بالروح الرياضيه ومبادئ واسم النادي الاهلي. مجلس الاداره والمدير التنفيذي واللجنه العليا ولجنه الشباب اصغرنا كلنا متوسمين فيكم ان احنا نطلع البطوله باحسن واجمل شكل ممكن، وان شاء الله كلنا نقدم حاجه تليق باسم النادي الاهلي باذن الله. انا النهارده جايه بشارك في النادي الاهلي تبع حمله بدلها للخير. دي مبادره اتعملت قبل كده باسم ارميها ودوس عليها، هي حمله كبيره لنشر الوعي للشباب علشان يبطلوا سجاير ويبدلوها بحاجه حلوه. الفرق ما بين الحمله دي واي حمله تانية ان الحملات التانية كلها بتتكلم على النيكوتين وازاي ده بيأثر. ودي حاجه جميله جدا. الحمد لله انا لما كلمت بقى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره في النادي الاهلي بصراحه ابدا يعني ترحيب كبير قوي بدعم الحمله، وش حاجه حلوه قوي ان النادي الاهلي بقى بيدعم حاجات زي دي. هنكون موجودين في الدوره الرمضانيه، هنعلق البانرز بتاعتنا، هنحط الرولكس، هنوزع امساكيات، هنوعي الشباب، وكمان هنجيب لهم زي مقاييس زي ممكن نعمل لهم شويه اختبارات، هنوعيهم وازاي نوريهم ازاي ممكن يبطلوا في خلال شهر رمضان، وان شاء الله نطلع ونوريهم نماذج من شباب ناجح ابتدوا بطلوا السجاير وازاي صحتهم بقت افضل وازاي حياتهم بقت افضل. الدوره الرمضانيه النادي الاهلي بيقيمها كل سنه، السنه دي بنقيمها تحت اسم عائله الاهلي. فاتمنى ان انا اشوف اخلاق عائله الاهلي تتمثل في الملاعب. اللاعبين بيلتزموا بالزي بتاعهم، بيلتزموا بالمواعيد بتاعتهم، بيلتزموا بقرارات الحكام، مش عايز مشاحنات، عايزين نخرج الدوره دي بافضل شكل ممكن، لان هي هتكون تجربه بالنسبه لنا بعد كده من الدورات اكبر ودورات اكبر واكبر. وحتكون كابتن عمرو غارب
رئيس اللجنة وأحمد حسام مدير البطولة وسامة شبير طبعا مسؤول إعلامي، محمد دسوقي مسؤول اللجنة الفنية، وعمر هاشم عمر هشام مدير الدورة في فرع زايد، وأحمد إسماعيل مدير الدورة في فرع مدينة نصر، وعلي ندى مدير الدورة في فرع الجزيرة، وهيثم شاهين مسؤول اللجنة المالية. يعني تابعنا وشفنا الاحتفالية القرعة اللي اقيمت في قاعة فكري أباظة في نادي الأهلي، واللي أكيد يعني كان فيها يعني بعض أعضاء مجلس الإدارة، وأكيد كانوا حريصين على التواجد، كانوا حريصين على أنهم دايما يكونوا موجودين في تحقيق برنامجهم عائلة الأهلي. عائلة الأهلي مش بس برنامج بيخص الفروع وبيخص التطويرات والإنشاءات، لا، عائلة الأهلي هو بيهتم بكل فرد داخل منظومة النادي الأهلي. عشان كده هنروح مع تقرير أيضا هنشوف نسمع فيه دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هو بيتكلم وتعليقه على الدورة والاحتفالية الخاصة بعائلة الأهلي الخاصة بالدورة الرمضانية. كل سنه وانتم طيبين والله اكرم، ومنورينا دايما طبعا، ويعني دايما كل الاحداث اللي احنا بنعملها ما شاء الله، يعني قناه الاهلي واخده اتجاه كويس في حته ان احنا نبقى زي ما احنا متميزين في الرياضه، كمان الجانب الاجتماعي الحمد لله. الدوره المره دي الحمد لله شكلها مختلف، مش مختلفه لاسباب كتير جدا، اولها لانها معموله من اللجان التطوعيه اللي هي من ولاد النادي ومن اعضاء النادي، ودي لاول مره تتعمل. ثانيا كانت بتتعمل بس في الجزيره، المره دي احنا عاملينها في ثلاث فروع، مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد. ثالثا عاملينها في جميع المراحل السنيه من اول الاطفال لحد الرواد الكبار، فدي طبعا الحمد لله عامله صدى كويس جدا. انا بصراحه فوجئت بالمجهود وفوجئت بالاعداد الموجوده، ممكن لو الناس خدت بالها من القرعه الفرق كتير جدا ما شاء الله يعني، فدي حاجه كويسه جدا تنم على قد ايه الشباب بتوع اللجان التطوعيه هنا في النادي عاملين شغل كويس، وقد ايه الشباب ولاد النادي الاعضاء النادي مرتبطين جدا بالنادي وحابين ان هم يشاركوا في الدورات الرمضانيه اللي هي بتمثل طابع خاص عندنا دايما في رمضان، فان يشاركوا ده الاحسان البطوله والدوره في النادي الاهلي في بيتهم دي حاجه طبعا عظيمه جدا. فبشكر كل الناس اللي قامت على المجهود ده، وباذن الله ختامها هيبقى كويس باذن الله. الايفنتات اللي زي دي هتخلي الفرق تروح، وطبعا اسرهم هتروح، وبالتالي ممكن يقضوا اليوم في النادي، فهيبقى ده يعني جو اسري واجتماعي كويس، فده هيقرب المسافات كتير جدا، وهنبقى ننصهر كلنا تحت اسم عائله النادي الاهلي، وده اساسا هو كان شعارنا احنا في الاداره. احنا نحاول الحمد لله. وبالاختلاف يحسوا على طول ان احنا هم في بالنا وفي تفكيرنا، وهم اللي شغلين كل اهتماماتنا هنا في النادي. يمكن دلوقتي زي ما انت عارف احنا عندنا اجتماع مجلس اداره، جينا مخصوص كنا حريصين ان احنا نيجي نحضر الدوره، وباذن الله هنحضر مجلس اداره عشان نكمل ان احنا نشوف اعضاء النادي وجماهير النادي والفرق الرياضيه كلها عايزه ايه مننا، وان شاء الله نحقق لهم كل مطالبهم باذن الله. يعني لسه مكملين مع حضراتكم في حديث الساعة، يعني الموضوع اللي شاغل بال جماهير النادي الأهلي، وهو اسم المدير الفني الجديد اللي هيتم تعيينه بعد الكابتن حسام البدري. يعني كلام كتير جدا وكلام رايح وكلام جاي، مين هيكون المدير الفني القادم للنادي الأهلي؟ لحد وقتنا هذا لم يتم اختيار أي اسم. في ست جنسيات معروضة أمام مجلس الإدارة، أكيد كلنا سمعنا، وست جنسيات لو أنا قلت لحضراتكم أرجنتيني مطروحة، لكن الاسم المطروح الأكبر للجمهور الأهلاوي هو رامون دياز. أكيد ما فيش شك أنه مدرب كبير جدا ومدير فني على أعلى مستوى، لكن حتى الآن لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء تجاه المدير الفني أو
حتى اي حد موجود في الجهاز المعاون. زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي حريص على مصلحه فريقه، حريص على جمهوره. النادي الاهلي معودنا دايما على البطولات. النادي الاهلي يعني بحب اطمن جمهور ان هو يتريث شويه كده ويستنى، وان شاء الله احنا كلنا واثقين وعندنا ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره ان هو هيتم اختيار مدير فني على اعلى مستوى. النادي الاهلي زي ما انتم شايفين وزي ما حضراتكم تابعتم في مباراه المصري الاخيره، النادي الاهلي دايما ما بيقفش على حد. النادي الاهلي بشبابه باولاده بصفقاته بيقدر ان هو يبقى متواجد في المواسم. اكيد اكيد اي حد بيحصل له كبوه. جمهور النادي الاهلي متعود على المكسب، النادي الاهلي دايما معوده على المكسب في كل بطولات، بطوله وديه، بطوله رسميه، بطولات افريقيا، بطولات اي نوع من انواع البطولات. النادي الاهلي دايما متعود ان هو يكسب. النادي الاهلي لا يقبل الا بالمركز الاول، مفيش مشكله. كره القدم مكسب وخساره، لكن الخساره لما بتحصل للنادي الاهلي بعد يعني انتصارات كبيره جدا جدا، جمهور بيكون زعلان، لكن بولاده وبقدرته وبجمهوره العظيم والكبير اللي مهم جدا 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 في مشواره مع النادي الاهلي ان هو يكون واقف جنبه من البدايه للنهايه، دي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي مش معنى ان هو تعثر في بطوله افريقيا وفي مباراه في الدوري المصري خلاص هنقول ان الاهلي حصل له، لا، طبيعي جدا تحصل الكبوه اللي احنا شفناها، طبيعي جدا في موسم مليء بالمشاحنات، مليء بالمباريات، مباريات ومعسكرات للمنتخب الوطني وماتشات في افريقيا. النادي الاهلي طبيعي جدا يحصل دروب، لكن ما انا قلته هفضل اقول الاهلي بمن حضر. الاهلي ما بيقفش على حد، لكن كل اللعيبه اللي موجوده في الاهلي كلها لعيبه كبار جدا، كلهم على اعلى مستوى. اللعيب اللي قدامنا ده لاعب اسمه صلاح محسن. صلاح محسن مش ذنبه ان تم بيعه بالمبلغ الكبير اللي انبي باعه للاهلي. لاعب صغير في السن، لاعب موهوب، لاعب بروميسنج بلغه كره القدم، عنده مستقبل واعد. تعرض لضغط كبير جدا، تخيلوا حضراتكم لاعب بيلعب في نادي امبي، طبعا نادي امبي طبعا مع احترامنا الكبير جدا ليه، هو نادي مش جماهيري، لكن لما لاعب صغير في السن ينتقل الى النادي الاهلي ويكون اغلى لاعب في تاريخ مصر ينتقل من نادي لنادي، وطبعا الضغوط اللي تعرض ليها، وممكن يكون البدايه او البدايه اللي طبعا شارك بيها مع النادي الاهلي ممكن تكون مش موفقه، وده طبيعي نتيجه للضغوط اللي شافها والضغوط اللي عاشها، لكن مع الوقت ومع الخبره اللي هيكتسبها هيكون لاعب مهم جدا جدا. وعلى فكره من وجهه نظري ان هو كان يستحق على الاقل فرصه في المنتخب الوطني، مش شرط ان هو ممكن يعني ممكن يكون ما لعبش، لكن على الاقل كان ممكن يستحق فرصه. لكن دي في الاول وفي الاخر اختيار مدير فني، وهو اللي هيتحاسب في الاخر على قراراته. لكن زي ما احنا قلنا ان في اكثر من لاعب طبعا شباب واعدين للنادي الاهلي، وانا واثق ان شاء الله ان المدير الفني القادم للنادي الاهلي ايا كان اسمه ايه جنسيته ايه، هو اولا هيبقى مدير فني كبير، مدير فني عنده اسم وتاريخ سواء كان لاعبا او مدربا، زائد ان هو هيلاقي مال يعني ما يكفي من الخبرات والشباب اللي هيقدروا يقودوا النادي الاهلي الى مكانته الطبيعيه وهي التتويج بالبطولات. فهكمل كلام امام المصري ونجح ان هو يحرز هدف. يعني صلاح محسن بيكشف بعض بقى الاسرار واسرار تالقه مع النادي الاهلي، ويعني هو كان ادلى بها الموقع النادي الاهلي بعد ما قلت تالق في اخر مباراه لي امام المصري، وقال يمكن مقوله مهمه جدا، قال اخيرا عرفت معنى الاهلي بمن حضر. فمقوله مهمه جدا وما يحسهاش واحد غير يعني يا اما بيشجع النادي الاهلي يا اما لاعب جوه النادي الاهلي. ممكن حد تاني يقول لك دي شعارات، ده كلام بيتقال، لكن لا، الاهلي اللي يلعب اللي يلبس الفانيله الحمراء بيبقى عارف يعني ايه معنى كلمه الاهلي بمن حضر. الاهلي بيكسب باي حد ايا كان هو مين، اهم حاجه الاهلي يحافظ على مبادئه وقيمه واخلاقه. وكمان يعني انا شايف ان هي ممكن صلاح محسن مباراه المصري دي تبقى يعني نقطه انطلاقه ليه مع شكل كبير كبير، وده اللي انا
مصدوم لغيابي عن المنتخب الأول وقادر على التعويض مع المنتخب الأولمبي. أكيد طموح لعب كاس عالم، أكيد ده طموح وحق مشروع لكل اللعيبة اللي موجودة في مصر، مش بس صلاح محسن، كل اللعيبة اللي موجودة شايفة إن هي تستحق مكانة في المنتخب الوطني. لكن احنا ليه صلاح محسن اتكلم وقال انا مصدوم لغيابي عن منتخب مصر؟ صلاح محسن مع انبي كان بيقدم موسم رائع جدا 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 واحرز اهداف كتيره جدا جدا، فكان هو متخيل ان منتخب مصر او مستر هكتور كوبر هو حطه في دماغه او حتى على الاقل يديله فرصه. ممكن نقول ان بعض اللعيبه اخذت فرصه، فهو شايف ان هو كان يستحق فرصه وكان يبقى موجود مع المنتخب الوطني. لكن هو بصراحه يعني اختتم تصريحاته وقال قادر على التعويض مع المنتخب الاولمبي. على فكره الاولمبيات ان شاء الله دي مش حاجه يعني سهله، لا دي حاجه مهمه جدا وحاجه صعبه، واعتقد ان شاء الله ان صلاح محسن وكابتن شوقي غريب وباقي المجموعه اللعيبه اللي موجوده قادرين على الصعود للاولمبيات القادمه، وتالق كمان صلاح محسن ليه مع المنتخب الوطني وبعديها كمان للمنتخب الاول بعد كاس العالم. طيب هنروح ونشوف ونسمع تقرير خاص من اعضاء النادي الاهلي ورايهم في شباب ولعيبه النادي الاهلي الصاعدين بعد مستواهم المميز جدا في مباراه الاهلي والمصري واللي انتهت بفوز الاهلي 2-0. وانا شايف ان الاهلي يعني بيثبت كل يوم عن التاني ان هو ما بيقفش على لعيب وما بيقفش على حد، وان اللعيبه الصغيره والشباب هم عشان هم بيلعبوا باسم الاهلي يعني. شفنا حمدي، شفنا شريف، شفنا الجزار، شفنا الولاد دول لازم ياخدوا فرصه حقيقيه. شفنا احمد ايوب في اول يعني اول ظهور ليه كمدير فني للقلعه الحمراء، بقول له جو اهيد يا احمد، ويعني بصمته بقى واضحه قوي قوي انه ادى فرصه لشباب كتير قوي، ادى فرصه للعيبه كانت لولا اعتقد كان لسه بدري عشان احنا. لا جازف وحاجه، واحنا نادي بطولات، مره في اخفاق مره في نجاح، وهو ده النادي الاهلي احد اهم قلاع الرياضه في مصر والوطن العربي بل وافريقيا والعالم يعني. والله انا شايف ان الشباب كانت بتادي وبتطلع كل اللي عندها، بيحاولوا يثبتوا وجودهم، بالذات لعيب زي مثلا احمد حمدي امبارح انا كنت حاسس متحرر من كل القيود اللي كانت عليه قبل كده، من مثلا من حسام البدري او من اي مدرب جه قبل كده في النادي يعني. احمد حمدي كان بيادي كويس جدا امبارح. صلاح محسن كان برضو متحرر كتير جدا، وكان يعني كان بيحس انه عايز يطلع كل اللي عنده عشان يثبت ان هو لعيب كويس، ويثبت ان المبلغ اللي اتدفع فيه يعني يستاهل هو المبلغ اللي اتدفع ده. انا شايف طبعا انه اداء ممتاز جدا، ده الاهلي طول عمره غني باولاده، كان في اداء كويس جدا من لعيبه كتير ما خدتش فرصه خلال الفتره اللي فاتت زي احمد حمدي ورقم توفيق محمد شريف والجزار. انا شايف ان الشباب لما اخذوا فرصه قدروا يعملوا ماتش كويس جدا ماتش امبارح، وادوا بالذات واحد زي احمد حمدي عمل ماتش ممتاز جدا، صلاح محسن بدا يظهر وبدا يدخل ويعمل انسجام كويس جدا مع الفريق، برضو محمد شريف برضو كان عامل دور كويس جدا، واكرم توفيق، الناس دي محتاجه فرصه كويسه هيقدروا يظهروا، واحنا كمان محتاجين في المركز بالذات بتاع صانع الالعاب ده نقدر نعوض غياب عبد الله سعيد ممكن باحمد حمدي، وفي عندك نصر ماهر لما يرجع برضو ممكن يقدر ياخد فرصه، الناس دي ممكن تعمل الفارق بعد كده معانا. والله اولا طبعا الاهلي ادى مباراه جيده جدا او ممكن ترتقي للممتازه، مجموعة من الشباب دفعوا بيهم مرة واحدة أدوا بشكل جيد يعتبروا مع بعض إلى حد كبير، منهم طبعا البرز أو أحمد حمدي، صلاح محسن، كان برضو أكرم توفيق ظهر بشكل مميز. والله بص، هو الأهلي طول عمره بيخرج الشباب كل سنة، بيدعم الفرقة الكبيرة بالشباب، وكل سنة لازم تلاقي واحد أو اتنين في كل مركز كويس جدا ويقدر يأدي زميله المصاب أو اللعيب الكبير اللي احنا عارفينه، فالأهلي طول عمره يعني بيخرج شباب كتير، فزي ما لعب ماتش المصري بالشباب وأدى بالشباب وكسب بالشباب، يقدر الشباب ده مع الخبرة في الماتشات الجايه ان شاء الله برضو هو ده اللي يكسب النادي الاهلي، هو ده يبقى مع اخبار اتحاد الكره ان الكاف يخطر اتحاد الكره بتعديل موعد بطوله طبعا افريقيا للابطال دوري والكونفدراليه. احنا عارفين ان الاتحاد الافريقي بيحاول يطور من اللعبه كل سنه، ف
فبالتالي تم تغيير موعد إقامة البطولة في الموسم القادم، وبالتالي تبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر مايو. ليه عملوا كده؟ عشان طبعا تزامنا مع البطولات العالمية زي طبعا دوري أبطال أوروبا اللي بيبدأ في نوفمبر وبيخلص في مايو، فالاتحاد الأفريقي بيحاول أنه يعمل شوية نظام. وكمان تم اختيار الموسم ده ان هي تبدا من اغسطس عادي جدا بس تنتهي في مايو، وكمان تم اختيار 3 ايام فقط لغير تقام فيهم المباريات، يوم الجمعه ويوم السبت ويوم الثلاث. اكيد طبعا دي خطوه مهمه جدا من الاتحاد الافريقي في تنظيم بطوله افريقيا، واكيد كل سنه بيكون في تطور في الكره الافريقيه. نروح مع منتخب مصر، وطبعا يعني تصريحات مهمه جدا للكابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني، وتكلم وقال طبعا احنا عارفين ان منتخب مصر مش هيلعب في رمضان، هيكون رمضان خلص بعد في لما كاس العالم يبدا هيكون شهر رمضان خلص، فبالتالي بيتكلموا على معسكرات المنتخب والمباريات الوديه اللي هتكون طبعا في شهر رمضان، واكيد مباريات صعبه. فاتكلم وقال ان منتخب مصر لو اللعيبه اتفقت على الفطار هننفذ فورا، لسه القرار لسه بيتشاوروا فيه وبيشوفوا الفتوى الشرعيه الصح اللي هتتناسب مع منتخب مصر. كمان كابتن احمد ناجي اتكلم وقال ان المنتخب السعودي حصل على رخصه الافطار خلال شهر رمضان في المباريات الوديه، وقال طبعا احنا لم نتخذ قرارا بعد، ولكن اذا اتفق اللاعبون او اللاعبين على الافطار فاننا سننفذ ذلك فورا. واتكلم على سفريه طبعا الكويت، قال ان احنا هنسافر واحنا صايمين، لكن لما نطير من ايطاليا لمواجهه كولومبيا بعد كده هنروح من بلجيكا عشان خاطر طبعا يعني دي اخر مباراه استعدادا لبطوله كاس العالم، فاكيد ممكن يعني يحصل فيها تغيير على يعني يحصلوا على رخصه ان هم على سفر، فبالتالي ممكن يحصل افطار لسه مش عارفين. لكن بنقول لحضراتكم بعض التصريحات الخاصه بالكابتن احمد ناجي الخاصه بالمنتخب المصري ومعسكره في رمضان. يعني اكيد طبعا خبر اكيد مهم ايضا جدا كابتن احمد ناجي اتكلم فيه وقال ان سبب اختياره ليه شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على تواجده في بعثة المنتخب الوطني اللي هكون إن شاء الله موجودة في المباريات الودية وكأس العالم، هو قال سببين مهمين جدا أنا اخترت، أو طبعا يعني كان لازم يتم الاختيار بناء على طبعا الخبرة الكبيرة مع المنتخب، وأكيد طبعا شريف إكرامي واحد من طبعا حراس المرمى اللي لعبوا بقميص منتخب مصر ولعب في التصفيات وكان ليه دور كبير أكيد في وصول منتخب مصر لبطولة كأس العالم، وأيضا هو من العناصر الأساسية، فبالتالي كان اختيار لابد منه. كان بالنسبة لكابتن أحمد ناجي كان قرار ما فيش فيه رجعة ولا كان فيه أي يعني أي تفكير فيه إن هو يختار طبعا شريف إكرامي، ان شاء الله يكون متواجد مع منتخب مصر. ويعني اخيرا طبعا يعني كابتن طارق خيري زي ما احنا بنتكلم على كره القدم لازم نروح للعبات اخرى وهي لعبه كره السله. كابتن طارق خيري اتكلم وقال طبعا المدير الفني الحالي لفريق كره السله بالنادي الاهلي رجال طبعا الفريق الاول، وكابتن طارق خيري حقق انجازات كثيره جدا جدا مع النادي الاهلي، واتكلم وقال ان مجلس الاداره اكيد بيساعده بشكل كبير جدا في سواء تجديد عقود اللعيبه اللي موجوده، وطبعا يعني الصفقات اللي موجوده والاستقرار اللي موجود في النادي الاهلي، فكان حريص جدا ان هو يتكلم ويقول على طبعا دور المجلس وان هو عنده طموحات واحلام ان شاء الله يحققها مع النادي الاهلي في الموسم المقبل، طبعا ده خلافا عن الموسم الماضي اللي حقق معاهم الانجازات. وزي ما احنا عارفين في طارق خيري واحد من المدربين المميزين جدا النادي الاهلي. يعني بكده يكون خلصنا مع حضراتكم نشرتنا الاخباريه، اتكلمنا فيها مع حضراتكم في كل حاجه. ان شاء الله نشوفكم في يوم جديد ونشر اخباريه جديده على قناه النادي الاهلي. اشوفكم على خير، السلام عليكم.